تتواصل الأشواط مشاهدينا متابعينا الكرام، شوطا تلو الآخر في هذا الصباح الجميل وعلى أرضية هذا الميدان، ميدان الدستور، أحد أفرع وأذرع المرموم بدالة الدنيا دبي. انطلاقة سليمة لشوطنا الحادي عشر في تعداد أشواط صباح هذا اليوم، الشوط الخاص بالحجايج البكار لمسافتنا المعتادة والمقررة مع هذه الأعداد، مع هذه الشعارات المتميزة في هذا العالم الساحر. نسير بالصدارة مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع البداية، نتابع المقدمة وأرهني اللي قادت المجموعة منذ البداية وانطلقت بناموس هذا الشوط في هذا الاندفاع المثير وفي هذا التحدي الجميل. مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع أيضا لعادل بن سالم الحميدي اللي يحافي من يتابع هذا الانطلاق، ومع المركز الثاني، المركز الثاني التقدم في هذه اللحظات، المركز الثاني ميزة لأسعد بن بطيء بن سويدان النينيبي أو جمايل من تنطلق مع محمد بن دودة بن سويد العامري أيضا في هذا الاندفاع المثير. ننطلق مع المركز الثالث، نتابع التقدم من خصائص لمحسن بن حمد بن محسن الفلاحي، بينما تنطلقنا مع المركز الرابع، مع المركز الرابع بار التقدم في هذه اللحظات من مكيدة لعلي بن راشد بن محمد القراعة النعيمي، والقدوم، القدوم والتسلل القادم، التحدي القادم ايضا من محبوبه لعبد الله بن سعيد بن مصبح النعيمي، والانطلاق القادم مع المركز السادس، مع المركز السادس تفجير لعبد الله بن محمد بن عمران الربيعان، من يتابع انطلاق التفجير مع المركز السادس، ومع المركز السابع الانطلاق القادم من الذيبه لمبارك بن سهيل بن خادم الخيلي، والتقدم، التقدم من اندفاع لحمود بن هدوب بن سعيد العمري. ننطلق مع المركز التاسع، مع المركز التاسع أرهني التكريم لصالح بن أحمد بن هويمل العامري، وعاشر التحديات نتابع 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 انطلاقة تحديات سمحة ليوعان بن سعيد بن قطامي العامري. هذه نتيجتنا لمراكزنا العشرة المتقدمة في هذا الشوط، ولكن لنا عودة مع الصدارة مع البداية. ما شاء الله تبارك الله مقدمة هذا الشوط، وأرمكيد قادة المجموعة علي بن راشد بن محمد القراعة النعيمي من انطلق بمقدمة هذا الشوط، ومع المركز الثاني ميزة ميزة، مع المركز الثاني أسعد بن بطيب السويدان الجريبي من يعلن هذا الانطلاق والقدوم في هذه اللحظات. ما شاء الله ارصد للتسلل، التسلل من راهية للغفيج بن صغير بن عبد الله المالكي، والانطلاق من اندفاع لحمود بن هدوب بن سعيد العمري. ما شاء الله تبارك الله، والقادم أحلى، القادم أحلى من الفاتنة لحمود بن سعيد بن مبارك الوهيبي، ومن الجانب الآخر، من الجانب الآخر، من الجانب الآخر أرهني العاصمة لسهير بن حمدان بن سالم الدرعي، والتحدي المثير من العنود لعبد الله بن حمود بن ثعلوب الدرعي. هذه النتيجة للمراكز المتقدمة، ولكن منعود مع الصدارة، نتابع راهية، نتابع راهية اللي رهت على الشوط، انطلقت بالصدارة قادة المجموعة الغفيج بن صير بن عبد الله المالكي، ولكن من الجانب الآخر، من الجانب الآخر مكيدة بكيدة مع المركز الثاني بشعار علي بن راشد بن محمد القراعة النعيمي، واللحظات الأخيرة مع الكوكب الرباعية، مع الكوكب الرباعية، وأرى العنود لعبد الله بن حمود بن ثعلوب الدرعي، والانطلاق القادم، التحديات القادمة، ولكن الصدارة ما شاء الله تبارك الله، دمعة 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 قادمة لزايد بن مكتوب الحفيظ المزروعي. اللحظات الأخيرة، اللحظات المثيرة، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، الراهية راهية، ولكن أهالي الظفرة في اللحظات الأخيرة، أهالي الدريز السلامات حارت في هذا الشوط. المركز الثالث، المركز الثالث تأتي أيضا العنود لعبد الله بن حمود بن ثعلوب الدرعية. المركز الرابع تحديات وانطلاقة مكيدة لعبد الله لعلي بن راشد بن محمد القراع النعيمي، وبقية المراكز من حين الأعضاء خط النهاية. شوط حمل التحدي والإثارة حتى اللحظات الأخيرة، لنا عودة مشاهدينا متابعينا الكرام مع التوقيت الزمني.
وهذه لحظات الوصول في اللحظات الأخيرة والتحدي والإثارة في هذا الصباح الجميل. دمعة بالفعل فاجأتنا في اللحظات الأخيرة. تهانينا للزايد بن مكتوم بن راشد بن حفيظ المزروعي. 4:41 ثمانية أجزاء من الثانية. سلام الظفرة السلام، وسعدت صباحا مع تحديات دمعة، مع انطلاقة أيضا وتحديات دمعة. سلام غياثي السلام، بينما اللي وصلت مع المركز الثاني تاتي راهية. 4:41 ثمان أجزاء من الثانية. التهاني للغفيج بن الصغير بن عبد الله المالكي، بينما اللي وصلت مع المركز الثالث تاتي أيضا العنود بتوقيت زمني مقداره 4:42 خمس أجزاء من الثانية. التهاني للغفيج بن الصغير بن عبد الله المالكي، أو عفوا العنود اللي وصلت مع المركز الثالث بالفعل لعبد الله بن حمود بن ثعلوب الدرعي مع المركز الثالث. المركز الرابع تاتي مكيدة لعلي بن راشد بن محمد القراع النعيمي بتوقيت زمني مقدار 4:43، واللي وصلت مع المركز الخامس المركز الخامس تاتي بيورة لعبد الله بن احمد بن عبد الله المخمري. تهانينا للجميع والناموس.